بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه اينما كنتم عندما تغتال المسؤوليه بيد الاهواء والمصالح ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقه 839 من ملك وكتابه يستغرب فيها المهندس عدلي من اغتيال المسؤوليه ما بقاش حد حاسس بمسؤوليته مم. صحيح يا ابراهيم ما نشهده على الساحه الكرويه اصبح محول الكرة الى شيء دمه تقيل امم عمالين نغذي الكراهيه كل واحد عشان يسوق المساله في قالب المصالح الشخصيه او اخفاء اخفاقات معينه او نتيجه اهواء وانتماءات معينه ناسين خالص مسؤوليتنا عن الناس فتكون النتيجة هذا التراشق الغير مقبول إطلاقا بين الجماهير الجماهير واصلة مش, مش مستنية مش مستنية حد يؤجد باستمرار بأكاذيب وتدليس ومشاعرها فين مسؤوليتنا تجاه هذه الجماهير فين فين انت عندك نماذج كتير هتطلع النهاردة هتبين هو ايه يا جماعة جرالكم ايه في ايه انتوا عايزين توصلوا لايه عايزين توصلوا ليه؟ ليه كل ما تشعروا إن عودة الجماهير وشيكة ها تلعبوا على وتيرة تسخير الجماهير على بعضها وما فيش حاجة يا أستاذ إبراهيم تؤجج الإنفلات قد إنك تكرس للشعور الظلم فأنت خلاص وخصوصا لما يكون التكريس ده بيبرر لك إفاق <applause> فا اسهل حاجه اه ايوه هي كده <applause> النهارده الحلقه دي ارجو انها تكون بهدوء جدا وموضوعيه و و و, و, و مهنيه كاشفه يعني للحقيقه ده كلام مهم جدا اللي بياكد عليه المهندس عدلي وده مضمون حلقه اليوم اللي عنوانها الرئيسي والعريض حقائق ما بعد الهوجه الهوجة الكبيرة اللي حصلت من بعد امبارح من بعد فوز الاهلي على الاسماعيلي كمية دوشة وتفاصيل كتيرة قوي في المشهد الكروي والحقائق ظاهرة عشان كده الحلقة 839 دي هي سبوت على هذه الحقائق علشان حتى كل الاطراف بالذات المسؤولية تجاه الجماهير لانه مسؤوليه الاعلام عن الجماهير مسؤوليه كبيره جدا احنا كتير بنحاسب الجمهور وبنحاكم الجماهير على ردات الفعل وعلى سلوكياتها وعلى ما ترتكبه من اخطاء ونسيين ان احنا اللي كوننا هذه المشاعر واحنا اللي غذينا هذه الانطباعات واحنا اللي وصلنا الجمهور انه يكون عنده هذا الراي فلما بينفلت او لما بيخرج عن الاطار بنحاسبه لكن هو في الاصل ضحيه انه الاعلام الرياضي بيقدم له باستمرار ضخ مستمر لمجموعه من الحقائق او تزييف الحقائق اللي بتكون انطباعات سلبيه افدحها واصعبها انه في جماهير تشعر بالظلم هل هي بالفعل مظلومه نتيجه تعرضها لمثل هذه الممارسات المهدره لحقوقها ولا هي فشل اداري وفشل ادارات مش قادره تلبي احتياجات ورغبات هذه الجماهير وانديتها عشان كده حلقه النهارده يا مهندس تقف في المربع ده بكل تركيز. المهم انك اي كلمه نقولها تبقى موثقه. مش عايزين تبقى مجرد انطباعات واراء. ده كلام مهم جدا.